يا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم طبختنا اسمها التاجية العراقية، طبخة عراقية من المطبخ العراقي جاية. طبعا المطبخ البغدادي نقول بشكل عام غني بطبخاته وعندهم طبخات كثير صراحة، ولكن انا اختاريت لكم هاي الطبخة بالذات لانها سريعة وممكن تستخدمون فيها الدياي او اللحم. راح اعرفكم على المقادير مالها. استخدمت العيش حوالي كيلو وشوي، كيلو وربع، واستخدم دياية واحدة قطعتها صغار وشلت الجلد من عليها. راح استخدم بصل حوالي كثير، لازم يكون البصل حوالي كيلو كيلو ونص نستخدمه. استخدمت النخي مال العيش، قطعت الجزر صغار، وعندي مكسرات حق التزيين وحشيش وفلفل. وراح استخدم مع التزيين بعد الزبيب وشوية مكسرات. راح ابتدي معاكم بداية الطبخة وخلكم معاي عشان تعرفون على هاي الطبخة. في البداية راح احمص شوي البصل وانزل عليه الدياي. ننسي الاسم التاجية العراقية حق اخواننا اللي في العراق واللي موجودين عندنا في البحرين في الوطن العربي كلهم. حط الزيت وراح ننزل كمية من البصل. طبعا هاي الطبخة احنا نقول اكثر شعب العراق يستخدمها حق المناسبات، ولاحظت انهم يستخدمون اللحم اكثر من الدياي في ذي العملية. يتحمر شوي البصل وراح ننزل عليه ان شاء الله الدياي ونحمره بشكل خفيف. طبعا مو مكانكم ان الدياي ما تقطعونه صغار، تقطعونه مثلا اربع قطع، بس انا حبيت انه يكون طريقته مختلفه شوي. على النار طبعا المطبخ البحريني تاثر ب بجميع الموجودين في البحرين سواء كانوا من الآسيويين أو العرب، فتأثر المطبخ بشكل يعني نقول شكل حلو، لأن بدنا ندخل في طبخات وننوع طبخاتنا بشكل مختلف، بس ونبقي على الأصل الطبخات اللي احنا طبعا متميزين فيها اللي قلنا عنها القوزي والمشبوس. ونقول يا كلمة المشبوس هي نقول مشبوس الهامور، مشبوس الربيان. هلو بداية راح ننزل بهارات صحيحة، دارسين، مسمار، برا صحيح بشكل عام. تنحرك فيه وننزل الدياي. قطع الدياي ونحرك المكونات مع بعض. لاحظوا ان هني ما ابتدي احط البهارات في هاي الوقت،
بسرعة. هذا طبخاتنا. لو سويتوا لحم راح تخلونه في نفس الجدر وتخلونه فترة لين ينضج اللحم نفسه. راح تصبون عليه ماء وتعطونه وقت لين ينضج. نفس الطريقة راح نسويها مع الدياي. نستخدم بهارات. طبعا البهارات اللي يحطونها دائما يكون عندهم جلجلة وسنوت بشكل بسيط. ويحطون الكاري. ما عندهم بزار بحريني طريقته. نبي نحط بزار بحريني. شوية دارسي. شوية كركم فقط. نبتدي نحرك فيه شوي. رشة ملح خفيفة. وراح ننزل عليه ماء ونخليه يفوح. نسكر عليه نتركه لمدة 10 دقائق. راح نطلع فاصل ونرجع مرة ثانية على المغادير الثانية شلون نسويها. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل وراح نبتدي نقلي المكسرات. طبعا دياي بدا او نقول استوى بشكل تام. راح نطلعه برا. لا تنسون اسم الطابخه التاجينه العراقيه. قلنا انه يستخدمونها في المناسبات وفي شهر رمضان بشكل نقول مستمر عندهم. الطابخة ذي موجودة. ننزل مكسرات بداية. نقلي المكسرات شوي. طبعا هم يستخدمون المكسرات فوقها والاختيار لكم نوعية المكسرات اللي راح تستخدمها حق التزيين. بعد ما نخلص من هذه راح نقلي الدياي. نحاول نطلعهم بسرعة لأن يحترقون. نقصر على النار وننزل الدي اي. مجرد عقلاتهم نحمره بشكل بسيط. بسم الله. ما علي لان في ماي شوي كده. بس تحمر شوي نقلب فيه. محتاجين انه يكون بس في لون. طبعا اخوانا العراقيين العيش ما يسمونه عيش ولا رز، يسمونه تمن. عندي صديق دكتور عراقي
طبعا اخذت من عنده الوصفات وما قصر معي واعطاني الوصفات الطبخات العراقيه، بس كلهم يبيلهم مجهود ما شاء الله عليهم. فاحنا حبينا نسوي في طبخاتنا اليوم شيء خفيف، لقينا هاي اخف طبخه ممكن نسويها بسرعه. راح اسوي الحشوه واستقل الوقت وانزل حق الحشوه بصل. حرك الحشوه، ما محتاجه زيت بهاي الطريقه، بس احنا راح نشيل الزيت عنها نهائيا. ساعدنا حق الحشوه. طبعا انا اللي يعجبني في الاكلات العراقيه هي البوتشه، البوتشه العراقيه صراحه. وعندهم طبخه اسمها مسقوف، هي عباره عن سمك يشبون النار فحم ويفتحون السمكه من النص كان هدفته، يبدون يوزعونها دار مدار الضوء ذي او الفحم لين تستوي السمكه، يسمونها مسقوف. تلاحظون طبخاتهم دائما يستخدمون البصل في جميع طبخاتهم. يا على بالي الفنان الغدير الله يرحمه ويغفر له ويروح الجنه ابو عدنان حسين عبد الرضا في درب الزلق وهو رايح البصره، المشهد مال انه يوصون عليه انه يجيب لهم الجيمر العراقي. انا ما جربته بس سمعت عنه من خلال هاي المسلسل. طبعا بعد ما حطينا البصل راح ننزل عليه اللي هو الحمص او النخي، نخي العيش. هاي الطريقة. وعندنا هم زبيب. نبتدي نقلب فيه. لأننا راح نتخلص من الزيت كله كامل الموجود. الحين راح ننزل الجزر بهالطريقة. نبتدي نحرك في الجزر. طبخاتنا الموجودة احنا في البحرين نستخدم فيه الجزر، الماصلي، الصوالين، دائما نستخدم الجزر، هم يستخدمونه مع الرز بشكل مباشر. هنزل شوي بها. طبعا اغلب الناس تدوره وهي تسوي طبختين مع بعض، بس هي المتعه ذي. راح نتخلص من الزيت كله.
جرس مدرسي. راح ننزل البهارات، سكر على النار، نبتدي ننزل البهارات. ننزل كاري، بودر، وجنجلان وسنوت، رشة كركم بسيطة، نبتدي نحرك فيهم. في المرحلة راح ننزل على حسب الرغبة فلفل، وراح انزل لكم الحشيش، ونبتدي نحرك فيه. ونركب العيش من غير ماي. ونحركه مع بعض. ونقصر على النار. نحاول نحرك المجموعة كلها مع بعض. نمزج المكونات كلها مع بعض. هاي الطريقة. ننزل عيشنا، نرجع الحركة، بهذه الفترة نرجع نحط المرقة اللي شلناها من على الدياي عندنا في الجدر هني. نتخلص. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نزل اللي وياها البصل، حطينا بهارات صحيحة في البداية ثم نخليه معاها. تنزل عليه الماء، بعد ما نزلنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع طبختنا التاجينة العراقية من المطبخ البغدادي. خلكم معاي. لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الطبخة راح نشوفها. خلكم معي. بسم الله. يا اخي جماعة، انا قبل كنت مدمن المطبخ الهندي، اليوم صراحة بغير رأيي وبفتر على المطبخ العراقي، على طبخاتهم الحلوة. راح نشوفه. ما شاء الله تبارك الرحمن. نحاول نخلي اللحم ظاهر عندنا فوق اللي هو الدياي، ونزينه. قلنا ان احنا استخدمنا الايدام، صف الايدام بهذه الطريقة، ونحط مكسرات. Thank you.
وصلنا إلى نهاية حلقاتنا من برنامجنا المطبخ، نشوفكم في الحلقة الجاية ومع السلامة.